يعني مثلا لو حبينا نبدا نبرمج الديليت اللي هي مثلا ريموف، انا عايز احذف موظف معين، تعالى نعمل سباس كده، نعمل الحذف ده لوحده. هستفيد من الامبلي اكزيست ولا مش اكزيست؟ هستفيد لان لو مش موجودها هقول ان هو مش موجود، لو موجودها هبدا اشتغل. وبالتالي انا هاجي هنا هديفاين، تمام، ديليت مثلا امبلي، ماشي، عشان ديليت امبلي لازم تبعت لي الاي دي بتاع الامبلي اللي انت عايز تديليته، تمام. حلو قوي، انت هتبعت لي الاي دي وانا بناء عليه هبدا اتصرف ان انا احذفه لك ولا لا. فالاول انا عايز اشوف هو موجود ولا مش موجود، فانا مش هعيد بقى الكود ده تاني، خلاص انا عايز استغل الايه اللي اكزيست ولا لا، عايز استغل. هي بترجع لي فول فيها ترو، بقول له اف اف، طبعا انا ممكن اقول له الانجلي اكزيست وبعت له اي، فهي بترجع لي فولس او بترجع لي ترو. فممكن اقول له نوت فولس، يعني نوت نوت كده بقت ايه؟ كده بقى معناها لو فولس، كده بقت معناها لو فولس. لو فولس اقول له، اقول له مثلا ايه؟ employee not exists to remove، الموظف ده مش موجود عشان تحذفه. بس طيب دي لو كان مش موجود، طب else else يعني ايه؟ موجود بقى عايز احذفه، طب موجود بقى خلاص، يبقى انا عايز ايه؟ عايز اعمل عمليه الحذف ذات نفسها. عمليه الحذف بسيطه، ان انا بروح على الامبلييز، ادي كده كل التاجز بتاعت الامبلي، و هقول له دوت، هلاقي في عندي ريموف، في عندي فانكشن اسمها ريموف. الفانكشن اسمها ريموف بتقول لي هات الاوبجكت كله اللي انت الموظف اللي انت عايز تحذفه، الاليمنت كله. قلت له اه، يبقى انا محتاج اعدل اللي انا كنت شغال فيه. يعني ايه؟ ما دي بترجع لي بيانات الموظف، صح؟ لو كانت موجود اقول له ماشي، يبقى انا محتاج اعملها كده، واقول له هنا الام بيساوي، عملت كده. فالام ده دلوقتي ممكن يبقى فولس، اقول له ايه؟ اف ان نوت ام، اف ان نوت ام، لو كانت راجعه فولس فقول له اف ان نوت ام، خلاص يبقى في الحاله دي اقول له الامبلي نوت اكزيست، مش موجود. إلس بقى موجود، خلاص في حد يقول له انفليز دوت ريموف، هيقول لي هريموف مين؟ اقول له الام كله على بعضه، اللي هو التاج ده بكل الايه الشغل اللي فيه، وكده بيعمل ريموف. بس بسيطه، بس في حاجه مهمه، لازم اسمع الكلام ده في الفايل، لازم الفايل يسمع فيه الكلام ده. يعني كده هو عمل ريموف، بس عمل ريموف من الايه؟ من ده، من الانفليز دي، اللي هو الشغل ده، من الروت. لكن ده لازم ما اسمعش في الفايل، لازم يسمع في الفايل بتاعي، لازم اخليه يسمع في الفايل عشان بس يبقى حافظ جوه الملف ده نفسه التعديلات ذات نفسها. اقول له طيب احنا كان عندنا فايل 3، والفايل 3 هقول له دوت رايت، واحنا عارفين رايت طبعا بالترابلس، اقول له رايت مين؟ رايت على الفايل الفلاني. الفايل بتاعنا الفلاني كان اسمه ايه؟ اللي هو ده. انا ممكن برضه اقول له، ممكن اعمله كده واسميه فايل بس يساوي كده، واقوم باعت الفايل بس هنا عشان استغله برضه ايه، بدل ما اكتبه ثابت انا هقول له رايت على الفايل بس اللي احنا شغالين عليه، مسار الملف اللي عشان بس، يعني فايل 3.write بديله المسار بتاع الفايل، فبيرايتر بقى الايه؟ الشغل الجديد بتاعه، بيرايتر الشغل الجديد بتاعه او الملف بتاعه الجديد بالتعديلات اللي تم. ده الدريت. ما تيجي نجربها، عشان اعرف اجربها طبعا. طبعا هنجرب تو فانكشنز مره واحده. دي مش هنرد عليها. خلاص هي بترد بترو اوف. لكن هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على ايه؟ على الدريت. لا مش حاسس، ما مش في دماغي، انت لسه بنتعلم، فاحنا طبعا بنتعرف على الموجود. فهنا بالنسبه لنا ده التسييف في الفايل. ليه؟ ان انا لما بعمل ريموف خلاص كده انا حذفته، خلاص ليه يروح يقول لي سمع في الفايل؟
لان انا ممكن اكون شغال باسلوب مختلف، ان انا مثلا بعمل ريموف وبعدل وبعمل مش عارف ايه وكلام زي كده كتير، وبعدين في الاخر خالص بقوم مسمع كل التعديلات مره واحده. مثلا ممكن اكون انت بتعمل تعديلات معينه، شخص بيعمل تعديلات وشخص ثاني بيعمل تعديلات معينه، وعند وقت السيف قبل ما اسيف في الفايل لازم اشيك على بعض الحاجات مثلا. عشان كده ان انا قبل ما اسيف جوه الفايل ذات نفسه ممكن يكون بشيك على بعض الحاجات، انت بتريموف بتقاد بتعدل مش قضيتي، بس قبل ما اسيف الحاجه بتاعتك دي ممكن اكون بشيك مثلا على ارصده على حاجه بتاع. عشان كده هم منفصلين في الاصل، لكن ان انت تضمهم وتعملهم مثلا حاجه اسمها ريموف، طب ما ده ممكن عادي، ممكن ناخد دلوقتي السطرين دول ونعمل لهم فانكشن اسمها ديليت او فانكشن اسمها ريموف، وانادي عليه هنا واقول له ريموف وخلاص بقى اسمها كلمه واحده. لكن هي متقسمه في الاصل عشان تديني امكانيات، متقسمه في الاصل عشان تديني امكانيات، لان ممكن امسح من الميموري بتاعتي وشغال، لكن انا عايز اسيف الفايل ولا لا، ممكن اشيك على حاجات اقول له لا مش هينفع ان انا اسيف الفايل مثلا. فعشان كده متقسمه، عشان حسب انت اللوجيك اللي انت عايز تبنيه في السيستم بتاعك تبنيه ازاي. تمام؟ لو انا جيت قلت اف امب، اف دايما بتقيم الترو، اف باي ديفولت بتقيم الترو كده، كاني بقول اف ان ام بت ايكوال ترو من غير ما اكتبها يعني، خلاص. فانا عايز اقول له مش ترو يعني فولس يعني، فبقول له مش ترو. تمام؟ فمش ترو يعني فولس، ليه عارفين المش بتاع المصريين ده نوت ترو، هو بالتالي انا كده عرفت ان هو مش فولس، ان هو كده اسمه فولس، بالتالي هطلع الميموري انس اي حاجه ثانيه غير الفولس، هي لو اوبجكت يعني. وبالتالي لو اوبجكت انا هبدا اعمل عمليه الايه؟ عمليه ديليت. تمام؟ فاحنا كده فاضل لنا ان احنا نعمل ايه؟ نجرب. وبالتالي انا هاجي هنا في المين في الرئيسي، يعني احنا بالنسبه لنا دي الايه؟ الشغل الرئيسي بتاعنا بره هنا. او يعمل ايه؟ الاول هاخد اللي انت عايز تحذف ايه؟ صح ولا ايه؟ فانا هقول مثلا ايه ال deleted amp id، هقول له input، هقول له enter ال id of the employee، خلاص. you want to delete، دخل مش عارف ايه اللي انت عايز تحذفه. تمام؟ طيب انا عشان اقدر اعمل ده، انا كل اللي انا محتاجه بعد ما جبت من اليوزر بس في اي دي اللي هو عايز يحذفه، ان انا هبعته لمين؟ للفانكشن اسمها delete employee بس. فاقول له delete employee، قال لي ابعت له الاي دي، فقلت له هو ده، مش اكتر من كده. طبعا الفانكشن دي هي متكفله بالرد، انا مش محتاج ان انا اعمل اي حاجه، غير لو انا عايز اقول له بس ان هو تم حذفه، ممكن اقول له مثلا employee وخلاص. تعالوا بينا نجرب الديليت، لان الديليت هتستخدم كمان الديليت اكزيست وتبقى شايفنا على الاثنين مع بعض ان شاء الله. طيب قال لي ابعت اللي انت عايز تحذفه، قلت له رقم واحد طبعا مش موجود اصلا. فقال لي الديليت نوت اكزيست تو ريموف، قلت له حلو تعالى نحذف. ناخد بس كده قبل من الملفات، تعالى نحذف 121 ده، قلت له 121 خلاص. قال لي اتحذف، قلت له طيب نروح على فايل الاكسمال بتاعنا، لقينا مفيش غير محمد ابراهيم بالفعل، يبقى كده الديليت بتاعتنا ايه؟ تمام، واشتغلت وكله تمام الحمد لله.